يا مساء الفل واهلا وسهلا بيكم في فيديو سريع من عالم السيارات. في الفيديو بتاعنا النهارده هنتعرف سريعا كده على T5 ايفو من شركه فورثينج التابعه لشركه دونغفينج اليابانيه. بسرعه كده، العربيه بتطرح بفئتين في السوق المصري. الفئه الثانيه اللي قدامنا دلوقتي سعرها 555,000 جنيه، وهي الفئه الاعلى تجهيزا من العربيه. اما الفئه الاولى فبتطرح بسعر 530,000 جنيه، فعندنا حوالي فرق سعر 25,000 جنيه هتاخد بيهم مجموعه من التجهيزات اللي هنتكلم عليها دلوقتي. لكن على مستوى التجهيزات الخارجيه في العربيه عندنا اختلافين صغيرين جدا هنتعرف عليهم دلوقتي. مبدئيا عندك الاضاءه الموجوده هنا اللي هي الاضاءه الرئيسيه بتاعه العربيه، بتيجي هالوجين بالكامل سواء العالي او الواطي مع عدستين لتركيز الاضاءه. عندك كمان هنا الاضاءه النهاريه اللي بتشتغل كاضاءه اشارات، برده بتيجي ال اي دي بالكامل، ما فيش فيها اي اختلاف ما بين الفئتين. وكذلك تصميم مقدمه العربيه الاجريسيف والعدائي، واللي واخد كتير من تصميم لامبرجيني اورس. حتى كمان شعار العلامه، شعار فورثينج، واخد كمان من تصميم لامبرجيني ولكن على شكل اسد، لكن واخد نفس البوزيشن او الوضعيه اللي موجوده هنا بدل الطور. طيب منظومة الإضاءة أو منظومة الحركة عفوا الموجودة في العربية هنا سريعا كده، عندنا اثنين مساعدين لرفع الكبوت، عندك تصفيح كامل أسفل المحرك، عندك بطانة موجودة هنا. المحرك بسعة 1.5 لتر أو 1500 سي سي، طبعا متوصل بشاحن تربو مع نقل حركة دي سي تي أو دول كلاتش ترانسميشن من 7 سرعات، بيجي ويت مش دراي. المنظومة دي بتطلع قوة حصانية 194 حصان، والعزم بيوصل لحد 280 نيوتن متر. وعندك كمان ملحوظة مهمة جدا، إن المحرك من إنتاج شركة ميتسوبيشي بتكنولوجي المايفيك المعروفة. طيب تعالى كده من الجنب هنلاحظ كمان معظم التجهيزات اللي موجوده هنا في جنب العربيه مشتركه ما بين الفئتين، ما فيش فيها اي اختلاف. يمكن ابرز تجهيز موجود هو الجنط اللي باللون الاسود المط اللي موجود هنا، شكله رياضي جدا، والجنط ده بيبقى مقاسه 19 انش في الفئتين. ارتفاع العربيه عن الارض بيكون 18.5 سم تقريبا. وعندك كمان المرايات الجانبيه القابله للضبط والطي اوتوماتيكيا مع فتح وقفل العربيه، والضبط بتاعها كهربائي بالكامل. هنلاحظ كمان ده شكل المفتاح او شكل الريموت كنترول بتاع العربيه، من هنا بقفل او بفتح او بفتح الشنطه. بالشكل ده فتحت، بالشكل ده بقفل، ولكن طبعا عشان مشغل العربيه فالمرايات الجانبيه مش هتقفل معايا دلوقتي. طيب عندي كمان كايلس انتري او دخول العربيه بدون استخدام المفتاح لباب السائق فقط، اما باب الراكب الامامي فما بيكونش فيه الاوبشن ده، وده موجود طبعا في الفئتين ما فيش فيه اي اختلاف. الازاز الخلفي بيجي فامي، والازاز الخلفي تماما كمان بيجي فامي، ما فيش اي اختلاف ما بين الفئتين في النقطه دي. ده كده شكل العربيه من الجنب من بعيد. طيب تعالوا كده نتنقل لظهر العربيه. ظهر العربيه سريعا كده هنلاحظ الاضاءه البار ال LED اللي واصل ما بين الفانوسين الخلفيين اللي موجودين هنا. هنلاحظ كمان الاضاءه بتاعه الاشارات بتيجي دايناميك او متحركه بالشكل ده. وعندك كمان هنا الازاز الخلفي اللي بيكون فامي بالكامل مع سخانات عشان الشبوره والضباب، وسبويلر هنا شكله رياضي جدا مع فتحه موجوده هنا فيها 3 برات للاضاءه التحذيريه الخاصه بالفرامل، شكلها شيك جدا. انتن زعنفه القرش وفتحه السقف البانوراميه اللي موجوده هنا. طيب من ضمن الاوبشنز الظريفه اللي موجوده هنا وبتميز الفئه الثانيه عن الفئه الاولى هو طريقه فتح باب الشنطه اللي بتفتح هنا كهربائيا بالشكل ده، وطبعا ده اوبشن اضافي موجود في الفئه الثانيه مش موجود في الفئه الاولى. مساحه الشنطه هنا 480 لتر مستغله بشكل كامل قبل الزياده لحد 1400 وشويه لتر في حاله طي الكنبه الخلفيه. وعندك كمان هنا كفر موجود، والكفر ده بيبقى سوفت او طري علشان تقدر تغطي بيه اي حاجه، مع مساحه كمان موجوده تحت هنا. في عندك دورين، دور علشان العده بتاعت الاستبن، والدور اللي تحته كمان علشان الاستبن نفسه. طيب هنلاحظ كمان هنا في ظهر العربيه عندك فتحات شكمان موجوده هنا، 4 فتحات شكمان، 2 يمين و2 شمال موجودين هنا، مع عندك حساسات خلفيه موجوده هنا مع كاميرا خلفيه والفوج لايت الخلفيه اللي موجوده هنا. تعالوا كده ندخل سريعا على المقصوره الداخليه. المقصوره الداخليه بتبقى ميكس ما بين البلاستيك ماتيريال كويس جدا بالمناسبه، التقفيل وعلى مستوى التقفيل او على حتى مستوى الصناعه. هنلاحظ كمان هنا كمان ستيكر كربون فايبر بياخد شكل الكربون فايبر لكن هو فيك مش حقيقي. وعندنا كمان هنا الجلد مستخدم بشكل كبير في الباب، سواء في البطن بتاع الباب او على مسند الكوع. وهنا عندك وحده التحكم في الزجاج الخلفي بتكون من البيانو بلاك، والازاز الخلفي على فكره بيبقى اوتوماتيك، يعني بالشكل ده بتكه واحده بيفتح وبتكه واحده بيقفل بالشكل ده. طيب عندك كمان الفرش بيجي من الجلد بالكامل في الفئتين، ولكن الاختلاف اللي بيحصل هنا في الفئه الثانيه انه في اوبشن اضافي انه الجلد ممكن تاخده باللون الاحمر على حسب طلبك بالشكل ده بدون اي زياده في السعر. 2 كاب هولدر في مسند الايد الخلفي، عندك كمان ايزوفيكس او اماكن لتثبيت مقاعد الاطفال، عندك احزمه امان، والمقاعد نفسها مهواه او فيها اخرام علشان تهويه الظهر وتهويه القعده. ومفيش عندي نفق فتيس، وده برده اوبشن لطيف جدا في العربيه، مفيش نفق فتيس فبيديك مساحات كمان كبيره. فتحه تكييف خلفيه وفتحه يو اس بي تايب اي، ودي كلها اوبشنز مشتركه ما بين الفئتين. ولكن هنلاحظ هنا في الاوائم الخلفيه ان عندك مكان للاير باج. هنا في الفئه الثانيه في العربيه في عندك 6 اير باج، اما في الفئه الاولى بيكون 2 اير باج فقط هنتكلم عليها دلوقتي. ودي فتحه السقف البانوراميه بالشكل اللي احنا شايفينه ده.
طيب تعالوا كده نطلع سريعا قدام. من قدام هنلاحظ كمان المقصوره الداخليه للركاب بشكل عام واخده كتير من تصميم الاوروبي لعربيات مرسيدس بشكل عام. كمان هنلاحظ كمان عجله القياده بتيجي تي شيب مع تطعيمات من البلاستيك او الكروم اللي موجود هنا كمان, وعندك الكروس كنترول او مثبت ومحدد السرعه. وهنا على يمينك دي مجموعه ازرار ليها اوبشنز كتيره, منها التحكم في الانفوتيمنت سيستم, التحكم في الاوامر الصوتيه, والتحكم كمان في الاضاءه بتاعه العدادات. يعني من هنا كمان ممكن اعلي او اوطي الاضاءه على حسب ما انا محتاج. دي شاشه العدادات بتيجي ديجيتال زي ما احنا شايفين, وهنا كمان الشاشه الخاصه بالانفوتيمنت سيستم اللي بتدعم الابل كار بلاي والاندرويد اوتو عن طريق برنامج الايزي كونكشن اللي ممكن تعمل له داونلود على الموبايل, ومن خلاله كمان تقدر تعمل ميرور لينك للموبايل بتاعك. الاحظ كمان من ضمن الاوبشنز المختلفه ما بين الفئتين في التجهيزات الداخليه هنا هو نظام التكييف اللي بيجي هنا اوتوماتيك وبيجي زي ما احنا شايفين تاتش بالشكل ده, لكن في الفئه الاولى بيكون مانوال عادي مش بيجي تاتش, بيجي بكر وازرار. عندك كمان هنا مساحه تخزين صغيره فتحه يو اس بي موجوده هنا تايب ايه مع 2 كاب هولدر ومجموعه ازرار الاختصارات لمجموعه من الوظائف, منها الدرايف مود, عندك درايفين مود, زرار او عفوا مود للايكو او النظام الاقتصادي, وعندك مود للسبورت, وعندك الهي لانش اسيست, وعندك هنا فرامل الايد الكهربائيه والاوتو هولد وعصايه نقل الحركه ومسند الايد اللي هنا اللي موجود فيه تبريد, وده اوبشن اضافي موجود في الفئه الثانيه لكن مش موجود في الفئه الاولى. في اوبشن لتبريد اي منطقه موجوده هنا. عندك كمان امبيانت لايت هتلاحظوها هنا شكلها كمان شيك جدا, موجوده في الفئه الثانيه مش موجوده في الفئه الاولى. وعجله القياده بتيجي من الجلد في الفئتين مفيش فيها اي اختلاف. على شمالك هنا هتلاحظ كمان التراكشن كنترول وفتح باب الشنطه ونظام التحكم في المرايات الجانبيه, زرار الستارت ستوب انجن بتاع العربيه, وده شكل المفتاح من قريب. طيب فتحه السقف البانوراميه زي ما اتفقنا موجوده هنا في الفئتين مفيش فيها اي اختلاف. وهنا الكونسول العلوي الموجود فيه جراب للنضاره والاضاءه اللي موجوده هنا اللي بتيجي ال دي, وممكن اتحكم فيها زي ما انا محتاج. وعندك كمان هنا الازرار الخاصه بفتح وقفل فتحه السقف, وزرار الخاص بالتحكم في فتح وقفل الستاره بتاعه فتحه السقف. طيب ده كده سريعا الريفيو بتاعنا في 5 دقائق لإيفو عفوا تي 5 ايفو من شركه فورثينج الصينيه التابعه لشركه دونغفانج. نشوفكم على خير ان شاء الله في عربيه جديده وريفيو جديد. مع السلامه.